السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في برنامجكم حديث الساعة. وموضوع حلقتنا اليوم مشاهدينا سنتناول فيه الخبر الذي تم تداوله إعلاميا والذي وصفه البعض بالقرار الجريء، وهو قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. فماذا سيستفيد المغرب بعودته إلى الاتحاد الإفريقي على مستوى قضية الصحراء المغربية؟ وما هي آخر مستجدات القضية خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية وكذا الإقليمية والإفريقية؟ كلها مشاهدين الكرام أسئلة ومحاور ونقاط سنناقشها مع ضيف حلقتنا اليوم من برنامجكم حديث الساعة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا الكريم الدكتور عبد لماء العينين نائب قسم العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية. مرحبا بك. مرحبا، شكرا للضيافة. مرحبا. يروج إعلاميا أو رجع إعلاميا مؤخرا بأن المغرب يريد العودة إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي، لكن الحكومة نفت ذلك، ونحن نتساءل ويتساءل يعني الرأي العام ماذا سيجني المغرب بعودته إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب 32 سنة تقريبا من غيابه عن هذا أو عن مقعده. ماذا سيجني المغرب أو ما سيربحه المغرب بعودته إن كان هناك عودة إلى الاتحاد الإفريقي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مجددا شكرا على الدعوة والاستضافة. أعتقد بأن في البداية ينبغي أن نتفق على محددات من ناحية المنهجية لكي يكون تناول الموضوع تناولا ما أمكن دقيقا وعلميا إلى حد ما. الملاحظة الأولى هو في الحديث عن عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية، هو من ناحية القانون لا يمكن الحديث عن عودة بقدر ما هو حديث عن التحاق أو انضمام إلى كيان جديد الذي هو الاتحاد الإفريقي الذي أقيم على أنقاض منظمة الوحدة الإفريقية منذ 2002. والحالة هذه لا يمكن أن نتصور بتاتا أن المغرب سوف يطلب الانضمام للالتحاق بهيئة فيها كيان وهمي ينازع السيادة على أرضي، هذا يعني غير مقبول من ناحية المنطقية ولا القانونية. فبالتالي لكي يحدث ذلك لابد على كل حال من توفير شرط أساسي، وهو إخراج ذاك الكيان الوهمي من حظيرة الأمم الإفريقية. النقطة الثانية أن المغرب لم يغب يعني كما تفضلتم 32 سنة عن القارة السمراء، هو متواجد ولا يزال متواجدا وله دور فعال ومؤثر في جملة من القضايا وجملة من المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها كما تعلمون تجمع دول الساحل وجنوب إفريقيا سينصاد التي تشكل من 28 دولة، والمغرب طبعا له دور رائد في هذا المجال. المحدد يعني الآخر هو أنه ليست هذه في حق المرة الأولى التي يشارك فيها المغرب يعني على هامش أشغال القمة الإفريقية. فجرت العادة أنه حينما تكون يعني قمة إفريقية، ولعل آخرها التي كانت في أديس أبابا في يناير 2016، فحضرت الوزيرة المنتدبة السيدة بركة بوعيدة مع وفد، فيكون استثمار يعني هذه المحطات لتبيان وشرح موقف المغرب وثم التباحث حول قضايا يا اما بينيه او على كل حال تهم القاره ككل. طيب، النقطه الثالثه وهو انه ما يعطي ربما للنقاش اليوم طعما خاصا هو بالطبع يعني الجمله من الاحداث التي واكبت كل يعني هذا الحديث الإعلامي حول القمة المرتقبة، القمة 27. هناك أولا يعني زيارة الرئيس الرواندي للمغرب في يونيو الماضي ولقائه بجلالة الملك، وحينها قيل بأن تم دعوة رسمية، بالطبع هذا ليس هناك ما يثبته ولكن يبقى على كل حال الحديث واردا. هناك أيضا التحركات المكثفة للدبلوماسية المغربية
لعلكم تابعتم جولات رئيس الدبلوماسية السيد مزواري لعدد من الدول الصديقة، مصر، تونس، السودان، الكاميرون، ساحل العاج إلى غير ذلك. وفي نفس الوقت هناك أيضا يعني تواصل للوزير المنتدب السيد بوريطة مع جملة من البعثات الدبلوماسية الإفريقية. فهذه على كل حال يعني مؤشرات تشير بأن تم شيء ما قد يقع في هذه القمة استثناء، لكن ليست عندنا أدلة قاطعة حول طبيعة السيناريو الذي سوف نعيشه إبان انعقاد هذه القمة. طبعا كما قلت المغرب تاريخيا له دور ريادي، يمكن أن نرجع إلى التاريخ إن شئتم، لكن إذا تكلمنا على مستوى اللحظة فلا أحد يمكن أن ينكر أو يجادل في إشعاع المغرب على المستوى الإقليمي. نموذجه السياسي والتنموي أصبح يعني يضرب به المثل، تنميته للعلاقات مع جملة من البلدان الإفريقية في إطار يعني التعاون جنوب جنوب هو أيضا يعني مثال يحتذى. يعني بالنسبة للأستاذ عبد الله، يعني إحنا نعلم بأن المغرب غاب عن مقعده يعني قبل في منظمة الوحدة الإفريقية، والآن الاتحاد الإفريقي. البعض يعتبر أن إن كان هناك قرار بالعودة سيكون قرار جريء من طرف المغرب. نعلم بأن الجمهورية الوهمية هي الآن كاين في القانون الداخلي للاتحاد الإفريقي أن الدولة يجب أن تكون مستقلة لها كيان، ونعلم أن الكيان الوهمي ليس له يعني أرض، يعني مجموعة من المعطيات ممكن المغرب يستغلها لأجل نقول الالتحاق كما تفضلتم بالاتحاد الإفريقي. أكيد أكيد. هو على كل حال إذا رجعنا إلى التاريخ سوف نجد بأن من 34 دولة التي كانت معترفة بالكيان الوهمي أصبحنا الآن في حوالي 15 دولة، بما فيها دولة جنوب السودان التي تعيش على كل حال يعني أشكال من الصراع يعني والتطاحن وإلى غير ذلك، وهو ما يؤكد على كل حال فشل هذه الحركات الانفصالية وفشل على كل حال هذه الدويلات وهذه الكيانات المصطنعة. هذا لمن أراد على كل حال أن يستيقن من المسألة. أما وجهة نظرنا إحنا يعني كمغاربة هي واضحة في هذا الاتجاه، هذا نحن ضد كل يعني النزعات الانفصالية ونحترم سيادة الدول غير ذلك. ففعلا بالرجوع إلى قضية يعني انضمام أو التحاق المغرب بالمنظمة القائمة الآن الاتحاد الإفريقي، هي رهينة بشرط أساس وهو خروج الكيان الوهمي. وهذه القضية هي متأتاة اليوم بشرط أن تتم إعادة صياغة يعني البند أساسي في ميثاق الاتحاد، وهو المتعلق بشروط العضوية. وهنا بالطبع المغرب دائما يؤكد على ضرورة يعني الرجوع إلى الصيغة الأولى التي كانت في الميثاق المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، الذي كان المغرب أحد الدول 30 التي ساهمت في تأسيسها في ماي 63. فهذا البند المفترض أن يعدل الصيغة التالية، أي أن تكون يعني عضوية بلد ما تعني أن البلد مستقل ويمارس سيادته الكاملة على أراضيه. وهذا الشرط بالطبع هو شرط غير متأتى، واليوم يعني بالطبع هو لكي يكون قرارا نافذا ينبغي أن يحوز أكثر من ثلثي الأصوات داخل منظمة الاتحاد، وهو أمر الآن متأتى باعتبار بأن حوالي تقريبا 38 دولة الآن لا تعترف بالكيان الوهمي، فهي في حدود تقريبا 70%. إذن مسألة ثلثين يعني نظريا متأتات، بقي فقط كيف يمكن أن تفعل لكي يمر هذا القرار، لأنه إذا تمت المصادقة عليه فمعنى ذلك أن الجمهورية الوهمية سوف تجد نفسها خارج الاتحاد، وهذا بالطبع سوف يجعل المغرب في يعني وضع مريح جدا
وبالتالي سوف يكون يعني الاستئناف دوره الإفريقي من خلال الاتحاد يعني استئنافا طبيعيا وميسرا. نعم، بالنسبة يعني في هذا الإطار الآن القضية، قضية الصحراء المغربية، تعرف مجموعة من المستجدات، خاصة بعد حدث وفاة زعيم الكيان الوهمي لجبهة البوليزاري محمد عبد العزيز، وتعويضه أو يعني بخلافة لإبراهيم غالي، هذا الرجل الذي يعتبره البعض أنه له تفكير عسكري بين قوسين، يعتبره البعض بهذا المصطلح دموي، يعني ينهج منهج الثوري. يعني كيف ترون معي أستاذ أو دكتور عبادلة يعني ملف القضية الآن مع هذه القيادة الجديدة لهذا الكيان الوهمي؟ وعلى كل حال لا يمكن أن نفصل يعني مسار القضية الوطنية عن مسار التحرك داخل على مستوى الساحة الإفريقية. احنا بالطبع نعرف بأن الاتحاد الإفريقي كل سنة على كل حال يحاول ما أمكن أن يجرنا إلى معارك هامشية، يحاول ما أمكن أن يدفع في اتجاه تبني وجهة النظر الجزائرية المدعومة على كل حال إفريقيا من دولتين أساسيتين هما جنوب إفريقيا ونيجيريا. ولعلكم لاحظتم بأن في 2014 لما أذكر كانت هناك دعوة من هذا الاتحاد إلى اعتماد ممثل خاص بملف قضية الصحراء على شكلة الممثل الخاص للأمين العام المتحدة، وهذا بالطبع يعني كان المغرب رفضه جملة وتفصيلا. وأعتقد بأن الرد الأقوى كان في الخطاب الذي سيلقيه الملك في يعني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2014، والتي دفع يعني دفع في ذلك الخطاب بقوة عن إفريقيا وانتقد سياسة الغرب باتجاه إفريقيا، وكان في الحقيقة يعني خطابا بين مزدوجتين ثوريا، ويعني رد قدر من الاعتبار المعنوي للقارة. فأعتقد بأن ذلك الجواب يعني كان له ما بعده، بحيث تعالت من جديد الدعوات إلى ضرورة على كل حال يعني أن يستأنف المغرب مسيرته ضمن يعني المنتظم يعني الإفريقي. ولعلكم تابعتم من قبل سنة مثلا كان هناك دعوة من الرئيس الإيفواري الحسن وطرا، كان دعوة صريحة أيضا لالتحاق المغرب. لكن بالرجوع إلى القضية الوطنية وما تفضلتم به، أكيد أن إخراج الكيان الوهمي من 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 الحظيرة الإفريقية وتبوء المغرب للمكانة التي تليق به لا يمكن بالطبع إلا أن يعطي دفعة قوية لملف وحدتنا، وبالتأكيد يعني سوف يدفع بقية الدول يعني حوالي 15 دولة تقريبا بما فيها دولة جنوب إفريقيا إلى مراجعة مواقفها، وربما إلى سحب اعترافها من الكيان المزعوم. بين قوسين يجب أن نستحضر بأن المغرب له علاقات دبلوماسية مع 7 من هذه الدول المؤثرة: الجزائر، موريتانيا، إفريقيا الجنوبية، ناميبيا، رواندا، وعفوا غانا ونيجيريا وغيرها. على كل حال 7 دول مؤثرة المغرب لا زال يحافظ على علاقته الدبلوماسية معها، وهناك ربما يعني محاولة للانفتاح أكثر على الدول الموجودة في الجنوب وفي الشرق الإفريقي، لأن هناك على كل حال ضعف ركمنا في السنوات الماضية، وهذا لا يمكن إلا أن يؤدي في نهاية المطاف إلى يعني شحذ المزيد من الدعم للموقف المغربي القاضي بتمتيع المنطقة أو الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي. إضافة يعني بسيطة، أنتم تعلمون بأن من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي يعني جلسة يوم 26 يوليوز المقبل في موضوع يعني الأعضاء بعثة المينورسو. أنا أعتقد بأن يعني الخطوات التي خطاها المغرب يعني مؤخرا كلها تمشي في اتجاه على كل حال يعني استحضار أيضا هذا التاريخ هذا،
ويعني البحث على كل حال على دعم أكبر للموقف المغربي استشرافا لهذه المحطة، محطة 26 يوليوز كذلك. يعني على ذكر مسألة عودة المكون المدني للمينورسو، كان المغرب قد خطى خطوات يعني منع ما يقارب 84 عنصر من البعثة، الآن يتم عودة هذا المكون، كيف ترون يعني معي هذا؟ هو بالطبع لا يمكن لنا نسجل بارتياح بأن يعني المغرب نقل المعركة إلى الطرف الآخر، بمعنى كنا في مرحلة نناقش يعني وظيفة البعثة وصلاحيتها وكذا، الآن صرنا نناقش عودة البعثة. أعتقد في إطار المواجهة الدبلوماسية هذا أمر مهم. كما لاحظتم أيضا الآن النقاش المرتبط بعودة البعثة يمر في ظروف نسبيا يعني جيدة، لكن في شروط على كل حال يمكن نقول بها نسبيا هي لصالح المغرب. الآن هناك يعني عودة جزئية وبشروط وبتدقيقات، وهذا بحد ذاته مكسب، لأن كما قلت في البداية حينما يكون الآخر يعني منشغل بإشكالات وعليه على كل حال يعني أن يمضي وقتا في حلحلة أو كذا، هذا يعطينا أيضا نحن أيضا فرصة للتفكير السليم ولأخذ مسافة على كل حال لإعادة النظر في يعني الخطط والرؤى إلى غير ذلك من الأمور. نعم، ما هي الشروط التي اعتمدها المغرب في عودة هذه أو عودة المكون المدني للمينورس؟ هو كما تعلمون هناك على كل حال يعني الجوانب لا تخرج إلى العلن في المفاوضات وفي التوافقات، لكن الأكيد على كل حال أنه ينبغي أن تكون الأمور في إطار يعني رابح. أنا يجب أن يكون على كل حال الحل هو حل طبيعي يعني يمشي في اتجاه يعني الموقف المغرب الرامي إلى أنه أي فعل ولا أي حركة للبعثة يعني تذهب في اتجاه يخرج على النطاق ما اتفق عليه منذ 91 ينبغي على كل حال لجمه والحد منه. وبالطبع يعني الأمم المتحدة هي على كل حال لا يمكن ولا لا يتصور أنها سوف يعني تملي علينا يعني شروطها بطريقة مجحفة، فعلى كل حال سوف تحاول أن تحافظ على ماء الوجه وتحاول أن تجد على كل حال صيغة توفيقية. لا ننسى أن نتكلم في ربما ربع ساعة الأخيرة من زمن بان كيمون، وأيضا هناك يعني تحولات دولية، ننتظر انتخابات في أمريكا، على كل حال هناك مجموعة من يعني العوامل الخارجية التي تؤثر أيضا على القرارات على مستوى الأمم المتحدة. الآن نعلم أن الكيان الوهمي الآن يعتمد بشكل كبير على دولة الجزائر الشقيقة في حضوره وفي نزاعه مع المغرب في هذه القضية. الآن المغرب أو الجزائر تعيش مجموعة من المتغيرات على المستوى الاقتصادي، هناك ضعف الآن بعد تراجع يعني أسعار النفط، على بالنسبة للأفق السياسي للجزائر يعرف هناك يعني ضبابية، كيف ترون يعني أفق النزاع الآن مع هذه المتغيرات الدولية والإفريقية وكذا اعتماد هذا الكيان الوهمي على الدولة الجزائرية؟ أنا كنت ولا أزال ممن يقول بأن جزء من الحل بالنسبة للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء مرتبط بالتحول الديمقراطي داخل الجزائر، وكنت أستدل بهذا على ما حدث منذ 5 أكتوبر 88 ما سمي يومها بثورة الخبز في الجزائر، بحيث حينما وقع أول انفراج يعني الديمقراطي في الجزائر لاحظنا على كل حال يعني كيف تورت يعني الأحداث، انشقاق العمودي داخل الجبهة، التحاق عدد كبير يعني من يعني القياديين، سمعنا أصوات تطالب على كل حال بفك الارتباط ما بين الجزائر وموضوع الصحراء باعتبارها قضية مغربية محسومة، أحيلكم على تصريحات قادة يعني جبهة الإنقاذ يعني لويزا حانون وغيرها. أيضا لا ننسى بأن الحل الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب هو حل مغاربي،
لأن الجزائر الآن تعيش أيضا نتوءات انفصالية سواء على مستوى الطوارق أو الأمازيغ. تابعت مؤخرا حديث مثلا على الدولة الفيدرالية في ليبيا. على كل حال قضية يعني الزنوج في الجنوب الموريتاني في على تخوم نهر السنغال، فكل هذه النتوءات الانفصالية ربما قد تجد لها يعني جوابا ديمقراطيا وجوابا موضوعيا في المقاربة التي طرحها المغرب، أي مقاربة يعني الحكم الذاتي. أيضا المغرب مطالب بأن يمضي في مساره الديمقراطي والتنمو حتى يبلغ مداه، ولنا في تجربة الألمانيتين خير دليل. فحينما كانت ألمانيا الديمقراطية تنحت مسارها الديمقراطي، وكانت يعني ألمانيا الشرقية ستازية يعني تكرس الاستبداد وكذا، رأينا ما الذي حدث في العثمانية. فبالتالي يعني العدوى الديمقراطية مهما كانت الحدود سوف تصل يوما ما، ولا أعتقد بأن يعني القوى الوطنية الديمقراطية في الجزائر يعني سوف يعني تبقى مكتوفة الأيدي. صحيح هناك تأثير العشرية السوداء على الحراك الداخلي، ولكن نحن ما نأمل حقيقة هو أن يحدث انتقال سلس، هو أنه فعلا يعني تستعيد لحظتها الديمقراطية كما كانت في بداية التسعينات، هو أن تبرز قيادات مدنية، لأن حتى المنطق الذي تفكر به القيادة العسكرية هو غير المنطق الذي تفكر به القيادة السياسية. نأمل بالطبع أن يحدث مسار يعني أو تحول ديمقراطي مدني سلس حتى لا نسقط في مطبات ما وقع للأسف في بعض البلدان العربية الأخرى. على كل حال هذا هو أملنا، والمغرب يعني كان دائما يبحث بالطبع عن الحلول يعني السلمية وعن تدبير الخلافات دائما بالتي أحسن منذ يعني معركة الرمال 63. نعم، شكرا أستاذ العبادي لم العينين على هذا اللقاء وعلى كل هذه التوضيحات، ونضرب لكم مشاهدينا الكرام موعدا لاحقا من برنامجكم حديث الساعة.